الصراحة في الإرهابيين عشان ولعوا في الكنيسة وفي الجامع ومش سايبين حد في حاله. انت تقول ايه يا حبيبي؟ حسب الله ونعم الوكيل. والله اللي بيعملوا ده هو ما عندهمش دين ولا بيفهموا ولا في اي حاجة. حسب الله ونعم الوكيل فيه. تقول ايه يا حبيبي؟ هم يعني حسب الله ونعم الوكيل فيهم، يعني مش هينفع ان هم يعملوا كده، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال ان المسيح والمسلم اخ الاثنين واحد، يعني اثنين واحد ما فيهمش حاجه. دوم الاطفال الصغيرين اللي هم يعني حبوا يوجهوا رساله، وشفنا يعني المسلم والمسيحي، الطفل المسلم والمسيحي كلهم ايد واحده عايشين في مكان واحد. يعني جريمه ارهابيه ارتكبت من ناس ارهابيين، ولكن الاطفال بيقولوا احنا ايد واحده، مش كده؟ ايد واحده، مسلم ومسيحي، مسلم ومسيحي، كل ايد واحده. شكرا.